معانا على الهاتف استاذ حسام المندوح، عضو اللجنه المؤقته لنادي الزمالك. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، مشرفنا ومنورنا ودايما موفقين ودايما بنسمع اخبار جيده عن نادي الزمالك في الفتره الاخيره. والله بشكرك على الكلام الجميل اللي سمعته وانا معاك دلوقتي على التليفون، وبشكرك على الروح دي، ونتمنى يعني ان احنا نوفق في الفتره اللي احنا فيها. انا قلت كلام طبقا لمصادري او مصادر البرنامج، انه اللجنه المؤقته حاليا في نادي الزمالك بتشتغل بشكل قوي جدا على تجديد عقود اللاعبين اللي قربت عقودهم تنتهي، وايضا بيشتغلوا على لاعبين جدد ممكن ينضموا للزمالك في الموسم الجديد. الكلام ده مظبوط؟ والله احنا الفترة دي النقطة دي نقطة أساسية جدا شغالين فيها على قدم وساق، حقيقة الكابتن حسين لبيب والكابتن طبعا فاروق جعفر والمدير الفني مستر كارتيرون، يعني الشغل في الموضوع دوت يوميا ساعات أو فترات زمنية طويلة عشان محورين مهمين قوي، الحفاظ على قوام الفريق ده رقم واحد، رقم اثنين دعم الصفوف اللي الفريق محتاجها. فاحنا شغالين بالشكل دوت، وان شاء الله احنا يعني عملنا موضوع، خلصنا موضوع الونش، وان شاء الله برضه في حاجات جايه كويسه جدا ان شاء الله. حاجات كويسه في تجديد اللاعبين؟ ان شاء الله. مين اللاعبين اصلا، مش هسالك على مين اللي خلصتوا معاه او بتخلصوا معاه، بس مين اللاعبين اللي عقودهم قربت على الانتهاء وشغالين عليهم يعني؟ احنا حاليا دلوقتي احنا بص برضه احنا هي ما فيش يعني احنا بنشتغل مع الفريق كله فرد فيش مش عاوز بس اذكر اسم بعينه، لكن احنا شغالين مع الفريق كله فرد مع اللاعبين اللي عقودهم يعني ليهم اولويه لان عقودهم قربت تنتهي، فدول اللي واخدين اولويه، لكن كل الفريق بنشوف عقودهم ونتابع معاهم الموقف ايه، اذا في ازمه بنحاول نحلها بسرعه، على اساس برضه الحفاظ على القوام. البطولتين مهمين قوي، الكاس والدوري، بنعمل اقصى ما يمكن يعني عشان ما يبقاش في مشاكل فيهم خالص ان شاء الله. بس في اسم هو الابرز وحضرتك اكيد عارف، اكيد حضرتك بتسمع الاسم الابرز دلوقتي والجماهير شايله همه جدا عشان شايفين النموذج بتاع فرجاني ساسي، وهو اشرف بن شرقي. يعني سامع كويس، اشرف بن شرقي يا فندم هو الاسم يمكن الابرز اللي الجماهير مشغوله بيه جدا، ومشغوله بتجديد تعاقده، ونفسها تسمع اخبار كويسه، نفسها تسمع حتى تطورات في هذا الامر، عشان شايلين هم اشرف بن شرقي انه يكرر اللي حصل من فرجاني ساسي. اشرف بن شرقي نجم كبير، وكل اللاعبين وحاجه زي ما قلت كده في لاعبين لهم اولويه، وطبعا اشرف بن شرقي موجود على ترابيزه التجديد ان شاء الله، وقريب ان شاء الله في اخبار كويسه جدا بالنسبه لاشرف بن شرقي. حضرتك معايا؟ اي يا فندم، مش عارف انا صوتي كان مسموع لا يعني. انا سمعت حضرتك كويس، بقول لك بالنسبه لاشرف بن شرقي هنسمع اخبار كويسه قريب، مظبوط؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب عايز اسالك على الونش بقى، انا كنت بشيد بالونش قبل ما حضرتك تدخل على طول، وازاي جدد تعاقده بسهوله ويسر، ما سمعناش دوشه، ما سمعناش مشاكل، ما سمعناش مساومه، انا عايز اعرف الكواليس في هذا الامر، هل كان في اي مشاكل في تجديد التعاقد ولا الامور مشيت بسهوله؟ لا، الونش شخصيه محترمه جدا وزملكاوي، وحقيقي وكيل اعماله الكابتن احمد يحيى راجل محترم، والناس متعاونين، والحمد لله الدنيا مشت فيري سموث يعني بشكل كويس جدا يعني. هل تجديد التعاقد ده تمهيد لاعاره اللاعب بنهايه الموسم؟ عشان في ناس برضو اتكلمت في هذا الامر انه تجديد التعاقد ده تمهيد لاعارته لاحد الانديه السعوديه او الخليجيه. لا، انا ما عنديش بقى فكره عن الموضوع ده، احنا حاليا عاوزين نحافظ على الفريق ونجدد للي احنا عايزينهم ومحتاجينهم، موضوع ده اعاره او غير اعاره مش، لا ما عنديش فكره عنه. ما فيش الكلام ده خالص. طيب عايز اسال حضرتك عايز اسال حضرتك على موضوع التبرعات ودعم الجماهير لنادي الزمالك في الفتره الاخيره، هل في يعني لمست دعم ملموس من جماهير نادي الزمالك في هذا الامر؟ طبعا، هو طبعا الحساب بتاع داعمه ومحب نادي الزمالك احنا من ساعه ما اشتغلنا في الموضوع ده، وكل يوم شايفين سباق بين الجماهير، اثبات كل واحد اثبات حبه للنادي من خلال الصوره اللي بيصورها ويحطها على السوشيال ميديا، بغض النظر عن القيمه كام، اللي بيقدر على حاجه بيعملها، في مبالغ عاليه جدا ممكن تصل للملايين، في مبالغ مئات الالاف، في مبالغ مئات، في مبالغ عشرات، في الاخر كله على قدر على قدره، مفيش مشكله خالص، لكن كله بيعبر عن حبه. فحقيقه انا عايز اشكر كل الجماهير المتسابقه في
نشر حبها على السوشيال ميديا من خلال الايصالات اللي بتبينها. هي. وبطالبهم بقول لهم يعني حقيقه دلوقتي الموضوع محتاجين ان احنا نثبت جماهير الزمالك قوتها وحبها وانتمائها وعشقها لناديها شكله عامل ازاي. عظيم. فطبعا الموضوع ده موضوع يجب ان يخرج من قلب الجماهير، لكن مفيش، عشان برضو بنسمع ساعات ان في ناس تقول طب انا عليا بايه مش عليا بايه، طبعا لا اجبار في الموضوع على الاطلاق، بالعكس احنا دي فكره خارجه من الجمهور، والجمهور هو اللي قايم بيها، والجمهور هو اللي منجحها، والجمهور هو اللي خلاها تنجح اكتر من كده. في سؤال دايما استاذ حسام بيتسال، هو طيب انا ليه اروح اتبرع؟ انا بكلمك برضو الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، ليه اروح اتبرع لنادي الزمالك او ادعم نادي الزمالك عشان لاعبين بياخدوا ملايين الجنيهات وربما ملايين الدولارات كمان؟ ترد تقول ايه؟ سؤال مهم جدا. فضل. وبعدين احنا يعني بص اقول لك حاجه، الفكره دي اصلا خارجه من الجمهور، والجمهور اللي هينجحها مش فكرتنا، دي فكرتهم هم. وليه؟ لانه اللي بيحب بيعمل كده، اللي بيعشق النادي بيعمل كده. وبرضه مش عايزين نقول ان احنا اول ناس نعملها في العالم، يعني العالم فيه انديه كبيره جدا عملتها في الوطن العربي وفي اوروبا، فالنادي الزمالك جماهيره اللي طلبتنا بان احنا نعمل الحساب ده، وزي ما قلت لحضرتك كده ان شاء الله النتيجه هتكون حاجه غير متوقعه ان شاء الله، وهنشير كلنا لجمهور نادي الزمالك ان هو ده الجمهور اللي بالفعل وقف جنب ناديه ودعم ناديه. هايل. استاذ عمرو الدرديري رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك في ساعه متاخره من الليل كان على كلاب هاوس، يعني ابلكيشن زيه زي الفيسبوك وتويتر، حاجه للتواصل الاجتماعي، وقال انه الزمالك لا يتعرض للظلم، وانه ما فيش الكلام ده خالص، وانه الموجودين حاليا في نادي الزمالك بيعرفوا يجيبوا حقوق نادي الزمالك كويس. راي حضرتك في الكلام ده ايه؟ يعني الزمالك كيان كبير في شك طبعا في الموضوع ده، وحقيقي ما بيتعرضش ولا الناس احنا بنتعرض. لن مفيش كلام ده، لن نسمح ان نتعرض لزوم. طبعا هو الزمالك حقيقي بينا ومن غيرنا كيان كبير. صحيح. مش لن نسمح ابدا انه نتعرض لاي شكل من اشكال الظلم. والنهارده كده قلنا ان شاء الله كده يعني ان شاء الله نبارك بالليل كده ونقول مبروك على ماتش النهارده. حضرتك متفائل النهارده ان شاء الله؟ انا متفائل دايما ان شاء الله. الزمالك استفاد جدا من فتره الراحه زي ما الاهلي استفاد، زي ما كل الانديه استفادت، شفنا الزمالك بدنيا حتى قدام اسوان كان الفريق واقف على رجله، ده فرق كتير مع الفريق مظبوط. طبعا هو فرق مع الفريق طبعا فتره الراحه، وكان فيها شحن معنوي كبير جدا بالنسبه للعيبه مع بعض، وفرق جدا ان احنا اول ماتش نبداه بعد الراحه دي نكسبه بنتيجه حلوه الماتش اللي فات مع اسوان. صح. دي كلها نتائج ايجابيه. الروح والله بص الروح حلوه جدا، وانا شايف ان يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس، بس مش عايزين ايه يعني نبالغ في الموضوع، حتى ان شاء الله يعني نحتاج نتيجه تبقى نتائج مرضيه بالنسبه لنا. النتائج على فكره برضه في باقي الالعاب الطايره وفي افريقيا كان الباسكت بول والكروكيه، وان شاء الله برضه الباسكت بول في الدوري المصري السوبر، ان شاء الله كل الامور دي يعني ماشيه كويس جدا، وان شاء الله برضه الدوري والكاس كره القدم ان شاء الله يكون نتيجه كويسه. دكتور حسام بشكل عام وبشكل واضح عشان نطمن جميع نادي الزمالك، المشاكل او الازمات الماليه في نادي الزمالك في طريقه للحل، اتحل منها جزء كبير ولا لسه المشكله قائمه؟ بص هو المشاكل بتتحل، لكن مش ان احنا نهيناها خلاص، لكن طبعا المشاكل بتتحل، وفي افكار مهمه برضه، وان شاء الله قريب هتظهر شغالين فيها يعني، فقريب ان شاء الله ينتج برضه عنها حل اخر واخر. بس زي ما انت عارف مشكله نادي الزمالك الماليه مشكله ممكن تكون كبيره شويه، بدانا احنا بتوفير 100 مليون جنيه بعد رابع او خامس يوم كنا موجودين فيه، وبعد ذلك في تدفقات ماليه بتيجي بشكل مقبول، الافكار اللي احنا حاطينها دلوقتي لبدايه العمل بيها برضه هينتج عنها ان شاء الله موارد ماليه جيده. بنحاول يعني برضه في ظل تدبير الموارد الماليه دي ان احنا نحل بعض الازمات اللي موجوده بالنسبه لنا، اذا كانت مستحقات للاعبين او مستحقات حتى علينا لجهات خارجيه زي المدربين او اللي عندهم شكاوى
في شكاوى ليهم ضد النادي. يعني احنا بنحاول نشتغل بره ونشتغل جوه بحيث نقلل حجم المشاكل وندير الامور بالشكل المقبول يعني في الفتره الحاليه. بمناسبه المستحقات، كارتيرون وجهازه الفني مستحقاتهم كامله وما فيهاش مشاكل ولا عنده بعض المتاخرات؟ لا هو طبعا ما فيش، يعني هو الدنيا ما فيش برضه مستحقات الكامله تم صرفها، ولكن في دلوقتي ثقه او جسر من الثقه موجود بين كل الاجهزه في النادي ومجلس الاداره، لان بالفعل تم سداد اجزاء كبيره من المستحقات، دفع رواتب الموظفين، اجازه مستحقات اللاعبين والاجهزه، فده بيخلي فيه ثقه موجوده بحيث نطمن ان شاء الله في الفتره القريبه جدا اللي جايه دي باقي المستحقات تدفع. دكتور حسام المندوه، انا حقيقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا عضو اللجنه المؤقته في اداره نادي الزمالك.